السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة التعريفية بالتعويض عن الحالات الخاصة لإطار التغطية الصحية التكميلية MC بلس. معكم أسامة الدودي، إطار مكلف بالشراكات والاتفاقيات بالقطب الصحي المؤسسة. غادي نرافقكم خلال مجموعة من الفيديوهات التعريفية حول التغطية الصحية التكميلية باش تعم الاستفادة ونجاوبوا على التساؤلات ديالكم بشكل تفصيلي. التغطية الصحية التكميلية MC بلس هي نظام تكميلي للنظام الأساسي المعروف باسم لامو، واللي كتوفرها المؤسسة منذ سنة 2004 واللي استفاد منها 377 ألف شخص. كتمكنكم IMC بلس من تعويضات تكميلية لحالة الاستشفاء الطبي والجراحي، الأمراض المزمنة والخطيرة والحالات الخاصة، واللي هي الولادة، البصريات، تقويم الأسنان، الترويض الطبي، الرمامة السمعية، سكانير واليغين. اليوم بحول الله غادي نتكلموا على البصريات أو النظارات الطبية. نظام IMC بلس يمكنكم كمنخرطين وكذلك أزواجكم وأبنائكم في حدود 21 سنة أو 26 في حالة متابعتهم الدراسة من تعويض في حدود 400 درهم لكل فرد خلال 24 شهر دو تعتادات. مثلاً إلا خديتوا نظارات في الأول من شهر ماي 2022 واستفدتوا من تعويض تكميلي، فالتعويض التالي غادي يكون ممكن ابتداء من فاتح ماي 2024. بالنسبة لمبلغ التعويض فهو كيتحسب على الشكل التالي: إلا خديتوا نظارات ب 1500 درهم وعطاتكم كنوب 800 درهم، فالتعويض اللي غادي يجيكم من IMC بلس هو 400 درهم وغادي يبقى على عاتقكم 300 درهم. الا خديتوا النظارات ب 1200 درهم فتعويض كنوبس غادي يكون 800 درهم وديال IMC بلس 400 درهم، وبالتالي ما غيبقى على عاتقكم حتى شي مبلغ. حالة خديتوا النظارات ب 1100 درهم فتعويض كنوبس غادي يكون 800 درهم وغادي تبقى 300 درهم. هنا غادي يكون تعويض IMC بلس هو نفس المبلغ المتبقي واللي هو 300 درهم، يعني التعويض التكميلي للنظارات غادي يكون هو نفس المبلغ المتبقي في حدود 400 درهم. بالنسبه للوثائق المطلوبه، هنا عندي ملف النظارات متكون من ورقه العلاجات ديال الكنوبس اللي خاص الطبيب ديالكم يعمر فيها ثمن وتاريخ الفحص اي لا كونسلطاسيون. خصو يدير ايضا الامضاء والكاشي ديالو ويعمر الرقم الوطني الاستدلالي اي ان بي. نتوما بدوركم غادي تعمروا ورقه العلاجات بالمعلومات الخاصه بكم، غادي تزيدوا مع ورقه العلاجات لا بريسكريبسيون اللي فيها قياس النظر، الوصفه الطبيه اي اوردونونس في حاله الا عطاكم الطبيب تشريو شي دواء. غادي تعطيو الصيدلي ايضا يعمر لكم ورقه العلاجات ويدير التوقيع والكاشي ديال الصيدليه. غادي تضيفوا كذلك الفاتوره اللي خاص يكون فيها اسم المستفيد، المبلغ المؤدى ما بين الزاج ولا مونتور، طريقه الاداء وتوقيع وكاشي ديال لوبتيسيان. كذلك لوبتيسيان خاصو يدير لكم الكاشي في ورقه العلاجات كنوبس. من بعد غادي ديروا نسخه على ورقه العلاجات وجميع الوثائق المرافقه لها، وغادي تحطوا الملف الاصلي في اقرب مكتب للتعاضديه ديالكم، وغادي تطلبوا من الموظف يعطيكم الملف باش يدير لكم كاشي فيه التاريخ في النسخه ديال الملف. غادي تعطيو النسخه عند اي وكاله سان لام قريبه لكم، ولكن ما تفوتوش 90 يوم من تاريخ الختم على النسخه من طرف التعاضديه. غادي توصلوا بتعويض تكميلي في حدود 15 يوم من تاريخ الايداع. الى مازال عندكم اي تساؤل حول التعويض عن النظارات في اطار التغطيه الصحيه التكميليه خليوه لينا في التعليقات، وما تنساوش شاركوا الفيديو مع جميع زملائكم في قطاع التربيه والتكوين باش تعم الفائده. شكرا جزيلا على حسن المتابعه.